حربة تتلون مثلون وقت يكتخذ الخلعون ابعد عالصحب الملعون تسحب مرضى زي العارف البست الوحبة مدقيدة نص السحبة بقت مرضى والنص التاني واخد تابيدة والأصحاب مبوش بيحن ما تاخدش منهم حاجة مفيدة أنا نازل وبعدة جديدة كل الناس منا هيجنوا بيست الوحوبة أم لعين يا أصحاب شمال واخدانا الفين أنا معرف شباب وشاي علي الوش الواحد كله شمال مفكم شمين أنا لعبكم على وينجين أصلي كريت البلد مين وهوريكم الوش الجاحي عدوا معايا 70-80 أنا بليا مفيش مني اتنين هنسيك سلاحي واطلع ساحي كله بيست الوحوبة مش عديها مش هحتمد على اي صاحب بيقولوا كلمة بيرجع فيها افتح عينك وهتغميها اللي بيملى ويفضيها نص الخلق بقت تتكال حبها تتلون بتلون وقت الجد خد الخلعون ابعد عالصاحب الملعون تسحب مرضى زي العقارب اتعاملوا معايا بصوت ومسلح علشان عارفين ان انا بدبح واللي بيجي يشق عليا دايما على ايدي بيتمرجع انا هنسى الاحزان والماضي من بكره ولعها وهفرح يلا يا فرعون نعمل غاره على اي صحبه الاقي مغدره استنى باليقدلنا شويه احنا هنرملهم سناره يا عم من صحبتي انا زهقت لازم اديهم اي اشاره هنجرجرهم سنه بسنه وهنديهم الشوطه جباره احلى نصيحه والكلام يتقال نبعد عن الصحاب الشمال ايوه هنقي صحاب رجاله ومش هصاحب اي عيال كله بقى بيكذب ويغفل واصحاب على بعضها بتحفل انا هديهم الوش الجارح واعمل عليهم حفله واكمل كله بيعمل فيها اشباح على اصحابه يرفع سلاح واخدين الغدر بالاكتساح وكله سايق الاستلواح انا فرعون وحفيد الفراعنة وانت كبيرك يلا تسمعنا عمري ما سبت لا صاحب في محنة انا برفع علم النجاح كله بقى يشلف مش غاوي انا عالشر راجل كوناوي هنا خلقي بتقع في بلاوي واحنا هنطلع كده من الازمة احنا هنقتلكم من خوفكم انا مش هحكي لحد ظروفكم انا هنساكم على مش هشوفكم ده انتوا عيال ومالكوش لازمة بليا وفرعون عملوا مهرجان كل الناس هيجي الهدان عمو حمدي كتب كلامنا يعني يابا تنسى الاحزان اصحى الاحلى كلام يتقال الباشا محمد زلزال لما نقول اسامة الزيات هنا الرجولة عندنا افعال اسيب هنا ما فيش روشة الناس على بريو كريم دوشة هنقول على حسن ابو مازن زيتو طالع حلا مش نازل ده على الخير دايما ناوي ده مصطفى الزعبراوي كله عندنا هنا حصري الميزة على يوسف المصري ده حسن حسن ده الاسطورة ده الجولة يا ابو اصلي حصريا على موقع مهرجانات.com